بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من ملعب الأهلي. النهاردة مباريات كتيرة جدا اتلعبت، النهاردة 5 مباريات في الدوري العام المصري. ولكن قبل ما أبدأ أتكلم عن مباريات اليوم، عايز أتكلم مع حضراتكم في جزئين مهمين جدا. الجزء الأول من كام يوم كده أو من الأسبوع اللي فات قبل المباراة الأخيرة أمام النادي المصري، قلت لحضراتكم أو بعد المباراة قلت لحضراتكم إيه؟ قلت لحضراتكم إن الدوري العام المصري في أقدام لاعبي النادي الأهلي. ليه؟ لعبة النادي الأهلي هي اللي بتقرر أين سيذهب الدوري العام. لعبة النادي الأهلي هي اللي هتقول الدوري العام ده بتاعنا ولا بتاع حد غيرنا. هو ده اللي أنا قلته من 4-5 أيام، والناس كلها قاعدة تقول لي ليه بتقول كده ومش ليه بتقول كده. بقول كده لأن هي دي الحقيقة. النادي الأهلي عنده كان قبل مباراة المصري، قلت لكم إن هو كان عنده 8 مباريات، كسبنا مباراة المصري، عندنا 7 مباريات. بالمناسبة دايما في النادي الأهلي تعلمنا شيء مهم جدا، هو ان احنا لا ننظر الى اي حد، احنا بننظر لنفسنا، بننظر للعيبة النادي الأهلي، بنشوف لعيبة النادي الأهلي تقدر تاخد الدوري ولا لا، او في الطبيعي ان هي تقدر تاخد الدوري. دايما في النادي الأهلي عفوا بنتعلم دايما ان احنا ما نفرحش بنتائج حد، احنا دايما بنفرح بنتائجنا، احنا اللي بنعمل الحدث مش حد تاني. النادي الأهلي هو اللي بيعمل الحدث، النادي الأهلي هو اللي لعيبته دايما بيعملوا حدث في اي شيء، في اي مباريات، اي بطوله، اي لعبه من الالعاب اللي بنلعبها في النادي الاهلي، الالعاب الجماعيه او الالعاب الفرديه، دايما النادي الاهلي هم اللي بيعملوا الحدث، او لعيبه النادي الاهلي هو اللي بتعمل الحدث. النهارده الحقيقه في